رجل لا يعرف آية في كتاب الله، لا يعرف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي إليه رجل ويقول: ربما يأتي الشهر والشهران وأنا فاقد للماء، ما عندي ماء، ماذا أصنع؟ فقال له الرجل: لا تصلي، ما يحتاج تصلي، هذا في كتبهم. يجهل آية في كتاب الله: لم تجدوا ماء فتيمموا. أي آية في كتاب الله، مو حديث حتى يقول أنا ما سمعت، يقول لا ما يحتاج لا تصلي. رجل لا يعرف آية التيمم، رجل يصعد فوق المنبر ويقول: لا يحق لأحد أن يزيد في المهر على 400 درهم. أي واحد زاد على 400 درهم هذه هي الدرة. فتقوم إليه امرأة وتقول: هذا يخالف كتاب الله، الله يقول: آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيقول الرجل: كل الناس أفقه منك يا فلان، حتى المخدرات في الحجاب. راجعوا الغدير المجلد السادس. العلامة الأميني رحمة الله عليه ذاكر عشرات المصادر لهذه القضية. هذا مستوى الرجل لا يعرف آية من كتاب الله، الذين جعلوهم في عرض الإمام وفي مصاف الإمام.